بعد ليلة صاخبة خرج فيها نحو 100,000 إسرائيلي إلى الشوارع، وكان من بينهم رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، يجد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو نفسه أمام أزمتين كبيرتين مع شركائه في الائتلاف الحكومي، وذلك بعد أقل من شهر من توليه المنصب. لكن نتنياهو وأنصاره يرون أن الإصلاحات ضرورية من أجل ضمان نظام قضائي متنوع وإتاحة المجال لإيجاد حلول تعرقلها المحكمة العليا.